طبعا بمناسبة الفوز المنتخب العراقي على نظيره الياباني المرشح الأول بالبطولة، نبارك الفوز لهذه الشعب، الشعب كان محتاج فرحة. إن شاء الله بقادم الاستحقاقات أن نقدم بطولة رائعة وإن شاء الله نوصل إلى اللقب. اليابان اليوم دقيناهم دك، دول سود الرافدين عمي، دول السود، شايفين السود؟ أبو طبر اليوم بيض وجوهني، عاش إذا أبو طبر، والمنتخب العراقي كفى ووفى وما قصر، وعاش العراق. طبعا نشكر قناتكم اللي جاءت تتجول في محافظة البصرة واني نيوز. اليوم الحقيقة مثل ما جاي يشوف الفرحة عارمة في محافظة البصرة وبالعراق عامة. اليوم حققنا رقم صعب ورقم قياسي وسحقنا اليابان، كانت اليابان مرشحة للفوز الكأس آسي، واليوم العراق سحقهم والنتيجة كانت حلوة ورفعت راس 2-1، وإن شاء الله الأفراح تصير عارمة ونتمنى أكثر وأكثر، وإن شاء الله الكأس عراقي.